ضيفنا اليوم من الضرائب سيد بن علي إبراهيم، مدير الاتصال والعلاقات العمومية بالمديرية العامة للضرائب. صباح الخير سيد إبراهيم. صباح الخير سيزري حياتي. إذن اليوم سنتحدث عن إطلاق مديرية الضرائب برنامج هو النظام المعلوماتي الجديد. نعرف أنه مديرية الضرائب والمديرية العامة للضرائب كانت لديها عدة برامج إصلاحية من أجل إصلاح المنظومة الضريبية في الجزائر بعد تذمر المواطن من بعض الأشياء، منها الأخطاء المرتكبة، منها غرامات تأخر، منها صعوبة الوصول إلى المعلومة خاصة المتعاملين الاقتصاديين وغير ذلك من المشاكل، وكذلك الإجراءات لتكوين الملف، وكذلك التصريح بأرقام الأعمال والتصريح السنوي إلى غير ذلك من المشاكل. اليوم نظام جديد تم إطلاقه في 4 أفريل وسيتم توسيع هذا النظام المعلوماتي، لو تعطينا أكثر تفاصيل عنه سيد بن علي. نعم، بالنسبة للنظام المعلوماتي الجبائي الجديد ليدخل في إطار عصرنة إدارة الضرائب، فهو يمكن أن نقول بأنه من أهم الإصلاحات اللي عرفتها إدارة الضرائب الجزائرية، ونقول بأن شهادة الميلاد تحت النظام المعلوماتي الجبائي الجديد هو يوم 4 أفريل 2017، كان بحضور السيد وزير المالية والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي والإصلاح المنظومة النظام المالي. نعم. وكذلك بحضور سيد المدير العام للضرائب، وقمنا بفتح رسمي لهذا النظام المعلوماتي الجديد، نظرا لأنه يمنح امتيازات كبيرة لفائدة المكلفين بالضريبة وكذلك حتى بالنسبة للأعوان الضرائب. ونقول بأن هذا النظام هو أحد سوف يحدث ثورة بالنسبة لتسيير الضرائب وتسيير العلاقة مع المكلفين بالضريبة. ذلك أنه لما نقول هو عصري معناه أنه يمنح امتيازات وخدمات كبيرة لفائدة المكلفين بالضريبة، وعلى سبيل المثال أن كل التصريحات وكل دفع الضرائب وكل ما يتعلق بالعلاقة ما بين الإدارة والمؤسسة هي تكون عن بعد، أي عناء هذاك التنقل. نعم. ما يكونش عن طريق في المكتب تاعو في المنزل، يمكن له أن يصرح يدفع الضريبة من جهة، ويمكن له أيضا حتى يتابع الملفات تاعو الجبائية عن بعد، مثلا أو في حالة ما إذا يطلب خدمات مثلا يعطوا له شهادة عدم الإخضاع الضريبي ولا إكسيدرول، هادو كلهم يمكن له باش يطلبهم عن بعد. وبالإضافة أيضا إلى أن هذا النظام المعلوماتي الجديد نظر لأنه يساير العصرنا ويساير كل التطورات اللي يعرفها الميدان المعلوماتي، فإنه يمكن أعوان الضرائب باش هما تاني يسيروا الملفات دون أي خطأ، لأن كل عندنا في كل هو في النظام هذا المعلوماتي. نعم. ويسمح باش يكون عوان ضرائب يربحوا الوقت في تسيير، حتى عون المكلف بالضريبة كما أسلفت يطلب جميع الخدمات عن بعد، ونظن هذا يحدث ثورة في التسيير النظام الجبائي بصفة عامة. نعم. ونزيد نقول بأن هذا النظام المعلوماتي نظرا لأنه نظام هام بدينا في التطبيق تاعو تدريجيا، كان كنموذج هو المركز ضرائب تاع الجزائر، مديرية الضرائب للجزائر الشرق. سوف يعمم في الأشهر القليلة القادمة في مراكز ضرائب أخرى، كمركز ضرائب تاع الصيف، برج بوعريريج، معسكر، مستغانم، عين دفلة، ثم في مرحلة ثانية سوف يمتد إلى مديرية كبريات المؤسسة
المؤسسات نظرا لأهمية تاعها، وعشر مراكز ضريبية، ويمتد أيضا تدريجيا إلى كل الهياكل تاع إدارة الضرائب الجديدة، سواء كانت مراكز ضرائب أو مراكز الـ نعم الـ نعم. قلت أنه هذا النظام يطبق عن طريق مراحل، متى ستتم التغطية 100% على مستوى الوطن؟ هناك عقد مع شركة أجنبية، ويمكن نقول بأنه مع نهاية سنة 2018 يكون النظام هذا المعلوماتي الجديد تعمم على كل مصالح الضرائب. نعم، هل هذا النظام المعلوماتي وهذه الإصلاحات تدخل في نظام برنامج التوأمة الذي عقدته المديرية العامة للضرائب الجزائرية مع الفرنسية أم لا؟ بالنسبة لهذا النظام هو نظام خاص مستقل عن نظام توأمة، لأن نظام توأمة هذا بين المديرية العامة للضرائب الجزائرية والمديرية العامة للأموال المالية العمومية لفرنسا، يدخل في إطار الشراكة ما بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويمكن لخص هذا توأمة ما بين المديرية العامة للضرائب الجزائرية والفرنسية، الهدف تاعو هو النجاعة من حيث العمل الجبائي، سواء كانت بالنسبة لتسيير الموارد البشرية، بالنسبة للتحصيل، وحتى بالنسبة للرقابة الداخلية. هل نجحت هذه التوأمة سيدة بن علي؟ نعم نعم، أظن أنها تم إطلاقها في سنة 2008 أو 2009. كانت توأمة أولى هذه انتهت وكانت ناجحة جدا، وعدة أعمال تم تحقيقها. هذه التوأمة الثانية بدأت في سنة 2016 وتنتهي في 2015، تنتهي في مع نهاية في سبتمبر 2017، وهي حاليا في طور الإنجاز، أي مع نهاية هذه التوأمة يمكن باش نعطي حوصلة على أهم الأعمال التي حققت. نعم، بالنسبة للنظام المالي الجديد قلتم أنه سيكون ثورة في مجال الضرائب الجزائرية، عندما تم إطلاقه في 4 أفريل تم فهمه من قبل خاصة الزملاء الصحفيين أنه هو ليخص التصريح برقم الأعمال والتصريحات السنوية بالنسبة للمتعاملين. لا، بالنسبة نقول نظام التصريح الإلكتروني أو الدفع الإلكتروني هو أنه موجود من قبل. نعم. لا، هو موجود في مديرية كبريات المؤسسات، ما هوش نظام معلوماتي. نعم. موحد. لا، هذه تطبيق خاص بالشركات الكبرى اللي تابعة لمديرية كبريات المؤسسات، وكنا هادو كان عندهم إمكانية أن يصرحوا ويدفعوا الضريبة عن طريق نظام الإي بانكينج، يدفعوا الضرائب عن بعد. لكن النظام المعلوماتي هذا الجبائي الجديد فهو ليست له أي علاقة مع التصريح والدفع تاع المديرية كبريات المؤسسات، لكن هو نظام كبير شامل ويشمل كل عمليات الجبائية اللي تبدأ من استقبال المكلف بالضريبة لدى مصالح الضرائب إلى تحديد الوعاء الضريبي، إلى الرقابة الجبائية، إلى المنازعات الجبائية، إلى التحصيل، وحتى التقييم. هذا كله هو نظام موحد. أما النظام الآخر تاع التصريح والدفع هو نظام خاص بفئة معينة من مكلفين بالضريبة. نعم، بالنسبة للضرائب يعني من قبل، يعني عندما كانت الضرائب الجزائرية يعني تسير بنظام كلاسيكي سيد بن علي هو واقع، كان العلاقة بينها وبين التاجر أو المتعامل الاقتصادي هي علاقة كره، يعني ما كانش هناك حب بين الطرفين، لأنه الضريبة كل إنسان يعلم أنه لازم يقدم ضريبة مقابل خدمة معينة، توفير خدمة معينة، ويكون يعني يدفعها بكل حب وبكل فرح وسرور صح التعبير. هل هذا النظام المالي أولا سينقص من عملية الأخطاء التي كانت ترتكب في حق المتعاملين والتجار، وكذلك من غرامات التأخر المالي، خاصة أنه يقول لك بعض التجار أنه ما تصلنيش الرسائل من مديريات الضرائب في وقتها ويفرضوا علينا
إجباريا أن نسدوا هذا المبلغ، ويقول لك سدد ثم يعني قدم شكوى. نعم، هذا النظام المعلوماتي الجديد من بين المزايا تاعو هو أنه يحسن بصفة كبيرة ومطلقة العلاقة ما بين إدارة الضرائب والمكلفين بالضريبة. أولا هذا النظام المعلوماتي كما قلت ما يكونش فيه أخطاء، لأنه كله محمل في هذا النظام المعلوماتي، وكل وهذا نظام آلي وهذا نعم نظام آلي، وهذا المعلومات هي معلومات صحيحة. هذا من جهة، أي ما تكونش خطأ في الحسابات أو إلى آخره. هذا من جهة. من جهة أخرى لما نقول بأن يحسن الخدمة، لأن نعرف حاليا بأن المكلفين بالضريبة باش نحسن العلاقة معهم لازم نحسن من الخدمات اللي نمنحها لهم. لما نقول أن كل الخدمات تكون عن بعد وإلكترونيا وما فيهش أخطاء، هذا يزيد المكلف بالضريبة يتقبل هذه الأشياء، لأنه يعرف أنه من مكتب تاعه أو من منزل يمكن أن يقوم بجميع الالتزامات الجبائية ويتحصل على كل المعلومات المتعلقة بالملف تاعه. مثلا يكون في منازعة مع إدارة الضرائب، يمكن عن بعد يسير هذه الإجراءات الملف تاعه، يعرف وراه، ويعرف إذا كانت عنده ديون وقت يخلصها، إذا ما كانش عنده ديون هو على علم. كل هذا هو يسير بطريقة آلية، وهذا وما نقولش 100%، لكن يخفض بصفة كبيرة جدا الأخطاء التي قد تقع في العلاقة مع المكلفين بالضريبة. لهنا ولازم نقوله بأن علاش هذا النظام الجبائي هو في خدمة هذا المكلفين، لأن الشركة والمؤسسة والمكلف بالضريبة هو في مركز اهتمامات ليس فقط الإدارة الجبائية وحتى السلطات العمومية. نعم، هل هذا النظام المعلوماتي سيمكنكم كذلك من توزيع الرسوم والضرائب الذي تتحصل عليها مديريات الضرائب في الجزائر؟ مثلا أعطيك مثال، هناك بعض الضرائب التي يدفعها المواطن أو المتعامل الاقتصادي من المفروض أنها تخدم قطاع معين أو جانب معين، مثلا قسيمة السيارات، وكذلك الضريبة والرسم على بيع السيارة، الدمغات عن طريق التامبر العربية الطابع البريدي عفوا. كل هذه الغرامات من المفروض أنها تأخذ مجالها المعين. هل هذا النظام المعلوماتي سيمكنكم من عملية التسيير؟ نعم، هي الضرائب والرسوم بصفة عامة لما تحصل فعندها الوجهة تاعها، عندها هي تخصص سواء لميزانية الدولة، نعم هذا المبدأ العام، أو هناك بعض الضرائب كالرسم العقاري والرسم على السكن ورسم التطهير، هذه تروح إلى ميزانية البلديات، وكاين أيضا كالرسم على النشاط المهني، ولا حتى هذه تروح الجزء منها يروح حتى الجماعات المحلية والولايات، أي أن التقسيم تحت التوزيع الضرائب يكون ما بين ميزانية الدولة، ميزانية الجامعات المحلية، وميزانية أيضا بعض الصناديق الخاصة. لكن مثلا أعطيت مثال، هو مثال وجيه يتمثل في وجهة قسيم أو الضرائب اللي يدفعها في قسيم أو طابع تاع قسيمة السيارات. نقول لك بأن قانون المالية لسنة 2016 أعاد تخصيص وتوزيع هذا المداخيل تاع قسيمة السيارات، بحيث أن 20% منها تروح إلى الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة، لو فو ناسيونال روتي أوتوريتي، 30% تروح إلى ميزانية أو الصندوق التضامن والضمان للجامعات المحلية، أو ما كان يعرف FCCL، و 50% تروح للميزانية الدولة. معناه أن يمكن نقول بأن قسيمة السيارات جزء منها يروح إلى خدمة الطرقات من أجل تهيئها وإعادة ترميمها إلى آخره. ونقول أيضا بأن حتى الضرائب أو الرسوم اللي تروح للصندوق التضامن
التضامن والضمان تاع الجماعات المحليه. عرفوا ان هذا الصندوق هو يمول مشاريع بعض البلديات او بعض الجهات اللي ما عندهاش اموال مداخيل كبيره هنا، يساعدها باش يحقق لهم بعض المشاريع من بينها مشاريع الطرقات. نعم، بالنسبة للنظام الجديد نختم به وننتقل إلى محور آخر، كذلك ما الفائدة من هذا النظام في مساعدة المتعاملين الاقتصاديين خاصة الصناعيين والمنتجين والمستثمرين الأجانب؟ بالنسبة لأنه بعض المستثمرين الأجانب كذلك يتخوفوا من النظام الضريبي في الجزائر. لا، بالنسبة نعم. لهذا النظام الضريبي هو يخص جميع المكلفين بالضريبة، نعم. خاصة المكلفين اللي تكون على عندهم علاقة مباشرة ودائمة مع إدارة الضرائب. وأن أما بالنسبة للشركات الأجنبية هم عندهم نظام خاص بهم، وهم هذه الشركات الأجنبية تسيل من قبل مديرية كبريات المؤسسات، ويمكن لهم ويستفادوا من جميع مزايا هذا النظام المعلوماتي الجديد. نعم، كذلك هناك لدي تعليق من ولاية ورقلة يقول أنه هذا المتواصل معنا أنه ولاية ورقلة تحتوي على قاعدة من المعطيات ويتم حفظ فيها مديرية الضرائب يقصد، وكان هو ضيع الوصل الاستلام أو التخليص وطلبوا منه أنه يعود يبحث عن هذا الوصل ولكن لم يجده، وأعاد الدفع غرامة أخرى. لا، بالنسبة لأي إنسان يدفع الضريبة عنده وصل تاع دفع الضريبة هذا من جهة، وحتى قابض الضرائب عنده ديروجيس يسجل فيهم كل الأشخاص اللي دفعوا الضرائب، وحتى إذا كان هناك مشكل ما بين مكلف ودفع وإدارة الضرائب تقول له ما دفعتش، هنا يروحوا لقابض الضرائب عنده جميع الملفات اللي تبين بأنه دفع الضريبة تاعه في الوقت والأجال القانونية. نعم، الجزائر تعتمد على نمطين من الجباية، الجباية البترولية وكذلك الجباية الفردية العادية. نعم، أو العادية. نعم، بالنسبة لما نشوف ميزانية الدولة هي تفرق ما بين مداخيل الجباية العادية ومداخيل الجباية البترولية. نعرف بأنه بالنسبة لسنة مع نهاية سنة 2016 نقول بأن الجباية العادية التحصيل تاعها كان 3075 مليار دينار جزائري، أما الجباية البترولية كانت في حدود 1682 مليار دينار جزائري. ولما نشوف الجباية العادية 3500 بمعنى أنه تطور كبير. نعم، في تطور كبير في حدود 10% 9% بالضبط. ولما نزيد نتفحص مليح مداخيل الجباية العادية نشوف بأن المداخيل اللي حققتها فقط المديرية العامة للضرائب فهي في حدود 2630 مليار دينار جزائري، ومقارنة بأهداف قانون المالية لسنة 2016 فهناك نسبة تحقيق 121%، أي أن هذا النسبة من التحقيق تاع الهدف تاع المنصوص عليه في قانون المالية سنة 2016 هو في حدود 121%. أما بالنسبة لمداخيل الجباية العادية بصفة عامة بما فيها مداخيل الجمارك والأملاك الدولة فالنسبة التحقيق هي في حدود 111% مقارنة بما كان مسطر في قانون مالية لسنة 2011. وهذا يدور من جهة على أن هناك دائما بالرغم من أن المداخيل الدولة نقصت خاصة فيما يتعلق بالجباية البترولية مداخيل الدولة هنا معناه أن هناك نشاط اقتصادي، ودائما إدارة الضرائب تقوم بالعمل التحصيلي، وكذلك حتى المكلفين بالضريبة نقول بأن هناك نسبة
نسبه نمو الوعي الجبائي ارتفعت مقارنه بالسنوات الماضيه، لان نعرف حاليا ان لازم تكون يكون التحصيل احسن بالنسبه للضرائب فيما يتعلق بالسياسه الجبائيه للدوله، وكذلك عقلنا ايضا في تسيير النفقات بصفه عامه. نعم، ننتقل الى الجبايه البتروليه. بالنسبه للشركات البتروليه الاجنبيه، من المفروض انها لديها نوع من الرسوم وكذلك الضرائب، خاصه على الحفاظ على البيئه، ضرائب الاستغلال وضرائب وكذا. هل هناك اعاده نظر في هذه الضرائب لانها لم تحين بعد؟ ضرائب الشركات، اقصد الشركات البتروليه والشركات. نعم، الشركات البتروليه هي تخضع لضرائب خاصة بها. نعم، كاين ضريبة البترولية، ضريبة على النتائج الريزولتات. نعم، كاين ضريبة على اون ريدوفونس، الأتاوة على النشاط. نعم، كل هذه ولكنها قديمة لم تحين. نعم، بعد. نعم، هو نفس النظام الجبائي. لحد الآن هذا النظام تاع الشركات البترولية ما عرفش إصلاح كما هو الشأن بالنسبة. نعم، للجباية اللي تطبق على الشركات بصفة عامة. لكن لحد الآن قل بأن هذا النظام الجبائي اللي يطبق على الشركات البترولية هو نظام معتمد ومعروف من قبل إدارة الضرائب وحتى من قبل إدارة أو الشركات الأجنبية. نعم، بالنسبة للرسوم وكذلك الضرائب التي تخص التلوث البيئي، من المفروض كذلك هناك إعادة نظر في هذا النظام. نعم، بالنسبة للضرائب اللي أنتم درتم إصلاح في النظام. نعم، لا حتى بالنسبة ما زالت هناك إصلاح في نوعية الضريبة. نعم، حتى بالنسبة للضرائب اللي تتعلق بالتلوث البيئي، نجم نقول الضريبة الأساسية هي أو الرسم على النشاطات الملوثة، لا تاكس سو لي زاكتيفيتي بوليونت. هذه تطبق قد ما يكون تلوث كبير وقد ما يكون ضريبة. لكن هناك مبدأ بالنسبة للنظام الجبائي الجزائري فيما يتعلق بالضرائب اللي تطبق على التلوث تاع البيئة، هو أنه قد ما تلوث البيئة تكبر الضريبة، قد ما تنقص في التلوث تاع البيئة. نعم، تنقص الضريبة على البيئة. نعم، بما تستعمل وسائل مرافقة للطبيعة. نعم، مثلا الطاقات. نعم، المتجددة. نعم، إلى غير ذلك. ننتقل إلى قانون المالية 2017 اللي جاء بعدة نقاط مهمة تخص خاصة البلديات. من قبل كانت الضرائب هي المسؤولة على بعض الميزانيات التي تخص البلديات، خاصة منها البلديات الحدودية التي لم تعرف تنمية كبيرة وهي تعد نائية، ولكن هي لديها موارد ومداخيل كبيرة لا تستفاد منها. نظام قانون المالية أعطى تفويض للبلديات أنها تتحصل على هذه الأموال. لو تعطينا نماذج لبلديات يعني كانت فقيرة وأصبحت الآن لديها مداخل. نعم، هذا موضوع حساس وموضوع هام بالنسبة للتمويل الجماعات المحلية بصفة عامة والبلديات بصفة خاصة. وقانون المالية أتى ببعض التدابير المتعلقة بتمويل البلديات. هناك أولا قانون المالية منح إمكانية لكل بلدية أن تنشئ مفوضية، وهذه المفوضية المهام تاعها هي تحصيل كل الضرائب والرسوم اللي تعود للبلديات. أي نعم، أن هنا عندها مهمة جديدة وهي تحصيل الضريبة، وذلك بعد وذلك بإذن من رئيس المجلس الشعبي الوطني وبعد اجتماع المجلس. هنا يمكن أن يفوض تكون عنده يفوض باش يستغل الأموال ويحصل. نعم، كل الرسوم اللي تعود البلدية بطبيعة الحال في إطار القوانين المنصوص عليها. نعم، خاصة البلديات اللي عندها معابر حدودية. نعم، نعم، وبالنسبة للمعابر الحدودية هذا إجراء آخر، هو أن كل الرسم على في المناطق الحدودية هذا الرسوم
تذهب مباشرة إلى إلى ميزانية البلديات الحدودية، وهذا ما كانش من قبل. نعم. نحن نقول بأن هناك هناك مشاركة مباشرة وتمويل مباشر بالنسبة للبلديات خاصة الحدودية. بلدية الصوارخ اللي بولاية الطارف وكذلك الحدادة في سوق هراس يعني كانوا من أفقر البلديات. نعم. الآن نعم. يعني عرفوا قفزة نوعية في المداخيل. نعم. هذه المداخيل اللي نص عليها قانون المالية لسنة 2017 سوف كما قلت دير قفزة نوعية بالنسبة لتمويل هذه البلديات الحدودية، ونعرف خاصة أنه المناطق الحدودية يعني سكانها كانوا يلجؤون للتهريب من أجل العيش. يعني حتى هما كان لديهم الحق في العيش. نعم. نعم. ولكن المناطق تكون المداخيل هذه إن شاء الله تعود بالفائدة على هؤلاء، وهو إجراء جيد. ونتمنى كذلك أنه قانون المالية 2017 وكذلك القوانين المالية القادمة تكون دائما عندها نوعية. نلاحظ سيد بن علي أنه في قوانين المالية خاصة الجانب اللي يخص الضرائب أنه هناك لا يوجد ترابط بين القوانين أو كأنه لا يوجد تنسيق. يعني كل مرة القانون يكون أخص بذكر الضرائب. والله لما نعم لما نتكلم على قوانين المالية نعم في بعض الأحيان يتناول جوانب متعددة ومختلفة. مثلا لو كان نتكلم على القانون المالي سنة 2017 منح بعض التسهيلات لفائدة الشركات اللي عندها مشاكل مالية، وهذا احيانا ناخذ بعين الاعتبار. نعم. الصناعيين وقدموا لكم على ما اظن طلبات انهم طلبوا انه اشراكهم كذلك. نعم. في عمليه اعداد القوانين. والقوانين. نعم. بالنسبه لاعداد القوانين الجمعيات والاتحاد المهني هم. نعم. يشاركوا. انا نقول لك معظم الاقتراحات هذه تاتي من هذا في اطار الثلاثيه، وهي مقترحه من. نعم. قبل مثلا الصناعيين لديهم إشكال ضريبة على الدخل، ثم بعد ذلك تأتيهم ضريبة أخرى هي ضريبة أرباح الشركة. يعني وكأنه ضريبتين ترخ. نعم. نعم. لا بالنسبة لهذا الضرائب لازم نفرق الضرائب. الضريبة التي تقع على عاتق الشركة هي الضريبة على أرباح الشركات لبياس، ولما يكون الشريك هو شخص طبيعي. نعم. أي فرد وتوزع له الأرباح هذا الشخص. نعم. على التوزيع هذا الشخص بما أنه شخص طبيعي يختلف عن الشركة عن المعنوي. يدفع. نعم. عن المعنوي يدفع المعنوي. لكن بقى. نعم. نقول بأن إذا كان الشريك هو شخص معنوي آخر ما كاش دفع الضريبة. نعم. بالنسبة لرقم التعريف الضريبي النيف متعاملين خاصة المستوردين يعني اللي تطلبوا منه أشاك فوا كل مرة عفوا يجدد هذه البطاقة، مما كان بعض يعني المتعاملين يعني يدفعوا أموال من أجل عملية التجديد. سيد بن بالنسبة لعملية لأنه المتعامل الاقتصادي وكذلك المستورد يقول أنه the time is money يعني ما عندوش وقت أنه يبقى ينتظر الإجراءات. يمكن. نعم. باش يحصل على التعريف. نعم. الجبائية تاعو عن بعد. أي عندنا احنا موقع. انا اقصد تحيين هذه. لا ما كاش تحيين. بمجرد ان يكون عنده هذا الرقم الجبائي تاعو تعريف الجبائي خلاص يعمل به لدى مصالح التجارة ومصالح البنوك والجمارك والضرائب. نعم. نعم. شكرا جزيلا لك سيد بن علي إبراهيم مدير الاتصال والعلاقات العمومية بالمديرية العامة للضرائب على تلبية الدعوة، ولأنه يوم أمس طلبتك وفي وقت متأخر، وشكرا على تلبية الدعوة مرة وشكرا. أخرى. كما أشكركم السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء لمتابعة هذا اللقاء بالصوت والصورة. زوروا موقع الإذاعة الجزائرية www.radioalgerie.nz أو صفحتنا عبر الفيسبوك يوتيوب وتويتر ضيف الصباح وتكتب بالحرف العربي. إلى اللقاء.